منتصف الليل بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من عاصمة الخبر. والبداية أهلا بك رغدة، والبداية إذن بأبرز العناوين. الهدوء يسود قطاع غزة وإسرائيل عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بواسطة مصرية. الناخبون في تركيا يدلون بأصواتهم اليوم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات بالسودان، والسلطات تمدد إغلاق المجال الجوي حتى نهاية مايو. سادت حالة من الهدوء قطاع غزة وإسرائيل، وذلك في أعقاب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بواسطة مصرية. وبناء على ذلك يتم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل، وأيضا وقف استهداف الأفراد، وذلك فور البدء في تنفيذ وقف إطلاق النار. وحثت مصر الطرفين على تطبيق الاتفاق وتعمل على متابعة ذلك بالتواصل معهما. وقد عمت الاحتفالات شوارع مدينة غزة في أعقاب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الذي تم بواسطة مصرية، ورفع الفلسطينيون الأعلام الفلسطينية مشيدين بالدور الذي قامت به القاهرة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي. على جانب آخر، وبتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قدم مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأعرب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي عن تقدير دولة إسرائيل لجهود مصر الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقد أعربت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن شكرها للقيادة المصرية وللرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. وتؤكد حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها على عمق العلاقة مع مصر وعلى دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية. قال رئيس الدائرة السياسية بحركة الجهاد الإسلامي دكتور محمد الهندي، قال إن الجهد المصري المتواصل نجح في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وخلال مداخلة هاتفية مع القاهرة الإخبارية، أكد الهندي أن الحركة تتعامل بجدية كبيرة مع الجهد المصري لإنجاح هذا الاتفاق. الآن نحن ننتظر الساعة 10 ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار، حيدخل حيز التنفيذ ونراقب عن التزام إسرائيل. نحن من جانبنا ملتزمين بهذا الاتفاق اللي رعته مصر وبذلت فيه جهود يعني حثيثة في الأيام الماضية، وأعتقد أن العدو يعني تعلم الدرس وهو سيلتزم بذلك. والاتفاق كما قلت نص بشكل واضح على استهداف المدنيين، وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل واستهداف الأفراد الآخرين وفور البدء بتنفيذه. كما وجه المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا الشكر لمصر على دورها الكبير وجهدها للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد أبوردينا أن إسرائيل تنفذ هجومها الدائم على قطاع غزة بدوافع وأغراض داخلية، مطالبا بأن يستمر الضغط المصري والعربي والدولي من أجل حماية سكان القطاع ومنازلهم. عندما قامت بهذه العملية كانت تقوم بها لأسباب داخلية لصراعاتهم الداخلية، لأن إسرائيل دولة منقسمة على ذاتها، دولة غير متفقة على أي شيء، وبالتالي
كان الشعب الفلسطيني كالعادة ضحية هذه السياسة الإسرائيلية الإجرامية الدائمة. كما قلنا قبل قليل، إسرائيل لا تلتزم بالمفاهيم ولا تلتزم بالاتفاقيات، لكن ما جرى جيد جدا، ونرجو أن يستمر الضغط المصري والضغط العربي والضغط الأمريكي على إسرائيل للالتزام بهذه التفاهمات. وجه المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم الشكر للجهود المصرية ووساطتها التي نجحت في حقن دماء سكان قطاع غزة. وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة يعيشون في معاناة منذ عقود طويلة. بداية، باسم دولة رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية، نتقدم من جمهورية مصر العربية بالشكر على هذا الجهد الكبير الذي بذلته مصر في سبيل وضع حد للعدوان المتواصل منذ 5 أيام على شعبنا، والذي حصد العشرات من أرواح الأبرياء بينهم نساء وأطفال وشيوخ، وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها، وتسبب بدمار كبير في البنية التحتية وفي المنازل وفي كل ما يتعلق بعناصر الحياة. مشاهدينا، لمزيد من المتابعة تنضم إلينا من غزة مراسلة القاهرة الإخبارية منى عوكل. منى، بعد التحية، يعني كيف يبدو الوضع الآن في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينية والإسرائيلية؟ نعم، تحياتي لك وتحياتي لجميع المشاهدين. عمليا منذ دخول التهدئة حيز التنفيذ شهد قطاع غزة حركة استثنائية سريعة جدا لم نعهدها قبل ذلك، بعد في المرات التي كانت تدخل فيها الحالة إلى حال يعني ينتهي فيها العدوان وندخل حيز التنفيذ، هذه المرة العودة إلى الحياة كان سريعا جدا. منذ اللحظات الأولى سمعنا تكبيرات عبر مآذن المساجد، سمعنا صف سيارات المواطنين في الشوارع وأصوات سيارات السيارات في الشوارع أيضا. الحركة كانت يعني شديدة جدا وسريعة، سريعة على الأصح، لأنه دائما كنا نقول بأنه بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ يكون هناك خوف وقلق من أن يخترق أحد الجانبين التهدئة، لكن في هذه المرة كانت العودة إلى الحياة سريعة جدا، كان هناك شعور بسعادة غامرة والجميع يسلمون على بعضهم البعض ويهنئون بعضهم بالسلامة. عمليا كانت 5 أيام، لكنها كانت 5 أيام صعبة جدا على أهل قطاع غزة، وكان هناك قلق من تصاعد الأحداث بوتيرة متسارعة جدا بشكل عملي. هذا من جهة، من جهة أخرى أيضا الإعلان عن فتح معابر قطاع غزة مع الاحتلال الإسرائيلي، معبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري بعد إغلاقه 5 أيام، والأزمة التي لحقت بالقطاع مع هذا الإغلاق. عمليا شركة توليد الكهرباء كانت تتحدث عن أنه خلال يعني يوم غد أو بعد غد سوف يتم توقف أو سوف تتوقف شركة الكهرباء عن العمل بشكل كامل، ستوقف المولدات الثلاث، مقارنة بالوضع الذي كان يذهب باتجاهه قطاع غزة من أزمة إنسانية يعني كبيرة جدا. الآن هناك انفراجة كبيرة بالمقابل. أيضا معبر إيرز الذي كان مغلقا منذ 5 أيام منذ بداية هذه الأحداث، والذي لم يخرج عن طريقه ولا حتى مواطن واحد لأسباب يعني الحاجة لتلقي العلاج في مستشفيات الداخل والضفة الغربية أو بحاجة السفر أو غير ذلك، حتى الوفود لم تكن تخرج من قطاع غزة، لكن الآن تم إخراج جميع الوفود والزائرين الأجانب الذين كانوا في قطاع غزة قادمين عبر معبر إيرز. أيضا سيسمح للمواطنين بالسفر عبر المعبر يوم غد، ابتداء من يوم غد، إن كانوا مرضى أو حتى عمال لاستكمال أعمالهم. عمليا أيضا فيما يتعلق بالدراسة، تم الإعلان عن استئناف الدراسة ابتداء من والأعمال أيضا الحكومية وعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل رسمي ابتداء من يوم بعد غد، أو ربما الآن دخلنا في يوم جديد. إذن ابتداء من يوم الاثنين، من صباح الاثنين، سوف يعود كل شيء إلى ما كان عليه. وطبعا خلال هذا اليوم
باقي هذا اليوم سوف يكون هناك تهيئة للطلبة قبل العودة إلى المدارس وعودة العمال إلى أعمالهم بطبيعة الحال. إذن بينما كان قبل ساعات من الآن وبين اللحظات التي تم فيها الإعلان عن حالة التهدئة ودخولها ابتداء من 10 مساء قبل ساعتين من الآن، هناك فارق كبير جدا وكأنه غزة عادت إلى الحياة من جديد. ودعيني أقول إلى أنه هناك يعني شعور بالثقة الكبيرة بالدور المصري، يعني ربما هذه المرة لكثرة الضغط الذي كان يعانيه أهالي قطاع غزة مجرد أن تم الإعلان من قبل الأخوة المصريين بأنه سوف يكون هناك لقاءات سريعة وسوف تجرى جولات سريعة للمباحثات بهدف العودة إلى التهدئة. كان هناك شعور بالاطمئنان منى ابقي معنا لنرحب ايضا بمراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله ولاء السلامين، وايضا تنضم معنا مراسلة القاهرة الإخبارية دانا ابو شمسية من القدس المحتلة. يعني ولاء، بعد التحية، كيف استقبلت الأوساط السياسية والشعبية الفلسطينية اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية؟ نبدأ بال يعني ردود الفعل الشعبية، حيث أطلقت الألعاب النارية ابتهاجا بهذا الوقف إطلاق النار ما بين قطاع غزة وبين إسرائيل بواسطة مصرية. لهذا يعني كان هناك ابتهاج من قبل المواطنين الفلسطينيين، ونتحدث عن ردود الفعل وأيضا البيانات التي صدرت من المسؤولين الفلسطينيين، منهم أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ الذي قال عبر تويتر بأنه سعيد جدا بالوساطة المصرية والتي حققتها منذ بداية هذا العدوان، ولغاية 5 أيام كان هناك ضغط كبير وجهود مصرية كبيرة جدا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. نتحدث أيضا عن المتحدث باسم رئاسة نبيل أبو ردينة، قال أن الجهود المصرية يعني ليست يعني غريبة وليست يعني بعيدة عن الفلسطينيين بأن تكون هناك ابتهاج وفرح للهدنة وأيضا لوقف إطلاق النار بجهود مصرية، وشكر دولة مصر الشقيقة. وأيضا المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم وأيضا رئيس الوزراء ورئيس محمود عباس شكروا دولة مصر الشقيقة، ويعني كان هناك ابتهاج للجهود الجهود المصرية المبذولة منذ بداية هذا العدوان ولغاية هذه اللحظات بتوقف إطلاق النار، وأيضا نجاح الجهود المصرية بفتح المعابر الحدودية لإيصال الشاحنات المحملة بالبضائع سواء التموينية وحتى أيضا المستلزمات الصحية. كانت قد ذكرت اللجنة الرئاسية للبضائع بأنها ستتوجه شاحنات إلى قطاع غزة محملة بالبضائع وأيضا محملة بالمستلزمات الطبية والصحية لقطاع غزة. نحن نعلم أن 5 أيام مروا على قطاع غزة وهي يعني مدة قليلة مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدتها عدوان متغير وأيضا لربما أشهر عديدة كان هناك عدوان على قطاع غزة، ولكن هذه المرة كان لمدة 5 أيام، ونحمد الله أنه كان هناك جهود مصرية منذ بداية هذا العدوان ولغاية هذه اللحظات، حيث دخلت حيز التنفيذ لوقف إطلاق النار أنه عندما سيكون هناك الكثير من الأيام لهذه الحرب ستستنزف قطاع غزة للحصار وأيضا المستلزمات الطبية ستنفذ وأيضا المعدات والمواد التموينية. ولا ابقي معنا لأنتقل إلى زميلتك منى عوكل من غزة. يعني منى، برأيك متى تعود الحياة الطبيعية للمواطنين في قطاع غزة في إطار تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار؟
يعني ابتداء من صباح غد من المفترض بأن تعود الحياة إلى طبيعتها بشكل اعتيادي، مع كما أشرت فتح المعابر، بالتأكيد بعد 5 أيام من المكوث في المنازل وحالة الخوف والقلق، ينتظر أهل القطاع أن يعني يأتي يوم جديد يشعرون فيه بالأمان، وبالتالي بعد عدد من الأيام التي كانوا لا يتحركون لا يخرجون باقين في منازلهم، الآن ابتداء من صباح يوم غد أعتقد بأنه سوف تكون هناك يعني حركة في جميع الأسواق. لا ننسى بأنه خلال 5 أيام هناك الكثير من الأهالي لم يكونوا يخرجوا حتى لشراء احتياجاتهم الأساسية من غذاء ومأكل ومشرب. هناك حاجة أيضا للآن الترفيه عن الأطفال قبل عودتهم إلى المدارس، وبالتالي تدريجيا ابتداء من صباح غد سوف يكون هناك عمليا حراك في جميع المناطق، أو تحركات في أو حركة على الأصح في جميع المناطق في قطاع غزة استعدادا لعودة الحياة إلى طبيعتها. دعيني أشير إلى أنه عمليا الحركة في القطاع كما أشرت سابقا بدأت منذ أن تم الدخول في يعني موعد تنفيذ الاتفاق منذ 10، كان هناك يعني بداية للحركة ولكنها كانت حركة احتفالية، خرج المواطنون يعني تلقائيا إلى الشوارع للاحتفال بسريان التهدئة وانتهاء حالة الطوارئ، لكن عودة الحياة إلى طبيعتها سوف تبدأ منذ صباح غد، حيث سوف يعني يعود كل شيء إلى ما هو عليه، وسوف يتم الاستعداد لاستقبال الحياة بشكل كامل لطبيعتها، المدارس، عودة المدارس والطلبة إلى المدارس عمليا، والموظفين إلى أعمالهم، ويعني تكون بعد غد قد دخلت البضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وبالتالي تم توزيعها. إذن كل شيء سوف يختلف في ساعات قليلة، خلال 24 ساعة من الممكن أن تعود الحياة إلى ما كانت عليه قبل 5 أو 6 أيام قبل الدخول بهذا العدوان وإدخال قطاع غزة بحالة مأساوية. كان ينتظر أو يتوقع وتم دق ناقوس الخطر خلاله مرات كثيرة خوفاً من انقطاع التيار الكهربائي من جهة، ومن عدم القدرة على استكمال تقديم الخدمات للمواطنين من جهة أخرى، القطاع الطبي أيضاً، والكثير من التحذيرات التي كنا سمعنا عنها أيضاً، عدا عن حالة الخوف والقلق والرعب التي كانت تسكن عموم مواطني قطاع غزة في كل المناطق، وعملياً كل مناطق قطاع غزة استهدفت خلال هذه الأيام الخمسة الماضية، لم يستثنى، يعني من رفح حتى بيت حانون، من الشرق إلى الغرب كل المناطق تم استهدافها، وبالتالي لم يكن هناك أي مكان آمن فعليا. الآن ربما قبل قليل أيضا شاهدنا خلال هذه الاحتفالات أعلام جمهورية مصر العربية ترفع في أماكن مختلفة، يعني بحجم الخوف والرعب والقلق الذي كان يعيشه أهالي قطاع غزة الآن تسكنهم حالة من الرضا وربما الامتنان لجمهورية مصر العربية التي كانت السبب الرئيسي في عودة الحياة إلى ما كانت عليه، وعودة الأمان إلى ما كان عليه بعد أن فقدوه خلال الأيام الماضية. وكل شخص في قطاع غزة كان من الممكن أن يكون الآن وضعه مختلف فيما لو استمرت هذا الاعتداء. دعيني أيضا أشير إلى أنه كان هناك خوف كبير جدا من هذا التصاعد السريع لحدة الصراع، ولكن مجرد أن كانت قد بدأت التحركات من قبل الجانب المصري للتدخل في خوض هذه التهدئة وبدء إجراء حوارات، كان هناك مبدئيا حالة من الإطمئنان، وربما كان الجميع ينتظر فقط مجرد إعلان الإعلان الأخير والرسمي عن سريان التهدئة والتوصل لاتفاق النهائي، وذلك جاء بشكل سريع جدا. ربما هذه من المرات التي جرى فيها الإعلان عن الاتفاق، وكانت هناك مدة قصيرة ما بين الإعلان وبين وقت التنفيذ،
يعني لم يكن هناك ساعات كثيرة تفصل ما بين وقت الإعلان عن التهدئة وبين وقت بدء سريانها، ربما ساعتين أو أقل حتى. لهذا كان الأمر بالنسبة لأهل القطاع ربما يعني مفاجئا، ما بين النقيضين، ما بين حالة التصعيد الشديدة، خروج الكثير من أو يعني عفوا سقوط الكثير من صواريخ الاحتلال على مناطق القطاع والاستهدافات المتزايدة، بالإضافة إلى الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية والتي كانت أيضا تتسارع في مداها وفي قوتها وفي أيضا عددها والأماكن التي تسقط فيها بدأت تتسع من حيث المدى الجغرافي، ومن هذه الحالة إلى حالة حديث عن التهدئة بشكل مفاجئ، وأن يدخل هذا الحوار منحى جدي خلال ساعات قليلة، أقل من ساعتين، بالإعلان، بمجرد الإعلان من قبل الجانب المصري عن هذا عن التوصل لتهدئة، وتلاحق بعد ذلك كل شيء، الإعلان الفلسطيني والإعلان الإسرائيلي، الجهات المختلفة خرجت بهذه التصريحات، حتى أنه يعني المواطنين في غزة حتى اللحظة الأخيرة أنه هل فعلا هذا الاتفاق حقيقي بهذه السرعة وتم تنفيذه أيضا بهذه السرعة. نعم، ننتقل إلى القدس المحتلة ومراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا، بعد التحية، كيف تابعت الجهود المصرية منذ بداية التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى نجاح مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؟ يعني منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان المستمر بخمسة أيام على قطاع غزة، كانت كل التسريبات منذ اليوم الأول في وسائل الإعلام العبرية تقول أن هنالك جهودات ووساطات عربية يترأسها وتترأسها مصر لوقف إطلاق النار، لوقف مزيد من استباحة الدماء الفلسطينية، لتحقيق مكاسب سياسية لنتنياهو ولأحزاب يمينه المتطرف على حساب أبناء شعبنا الفلسطيني. كانت هنالك زيارة لوفد مصري رفيع المستوى صبيحة هذا اليوم في تل أبيب للجلوس مع الجانب الإسرائيلي لوضع هذه الاتفاقيات وشروط هذه الاتفاقيات، ومن ثم كان هنالك حديث عن تعثر هذه المفاوضات، وكان الحديث أيضا عن وفد آخر يزور تل أبيب غدا، إلا أنه وصلت اليوم هنالك وكانت قد عرضت هذه الجهود المصرية وقف إطلاق نار وتهدئة مكتوبة وبشروط حددتها المقاومة الفلسطينية التي تتضمن وقف إطلاق النار واستهداف الأفراد والمدنيين وكذلك وقف الاعتداء والعدوان على أبناء شعبنا وهدم المنازل هناك. كانت هنالك ترجيحات تقديرات عسكرية إسرائيلية بأنه إذا لم يتم هناك الالتزام من قبل فصائل المقاومة فأنه سيكون الرد قوي وأن إسرائيل لن تسكت هذه المرة عن استخدام يعني أو الرد على هذه الرشقات الصاروخية. في أول تصريح رسمي بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ، نتنياهو كان قبل قليل قد صرح وقال أننا وصلنا إلى التهدئة مقابل التهدئة، وهي الجملة الأولى التي عادة ما استخدمها خلال كل جلسات ومشاوراته الأمنية، بأنه إذا كان هنالك تهدئة ووقف الرشقات الصاروخية من قطاع غزة فسيكون هنالك تهدئة إسرائيلية، وأنه إذا كان هنالك أي خروقات لهذه التهدئة أو كان هنالك إطلاق للنيران والرشقات الصاروخية فإن إسرائيل سترد هذه المرة وبقوة أكبر. ثاني هذه التصريحات التي وردت على لسان وزراء الحكومة الإسرائيلية بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ، نتحدث عن تصريح وزير الأمن القومي الداخلي إتمار بن كبير والذي قال أنه حان الوقت الآن لتنفيذ ما جرى في غزة بحملة اغتيالات لتنفيذه في الضفة الغربية، وفي هذا تحريض واضح ضد الفلسطينيين باستمرار نفس النهج ونفس هذا الأسلوب باغتيال الفلسطينيين لأيضا تحقيق مكاسب سياسية إسرائيلية تمكن هذا الائتلاف الحكومي من استمرار تواجده وعدم الذهاب إلى حل انتخابات إلى حل لهذه الحكومة وهذا الائتلاف والذهاب إلى انتخابات خامسة في غضون عامين فقط. أود أن أعقب عما قالته الزميلة منى وولاء قبل قليل
ربما منى أشارت إلى عودة الحياة بشكل سريع وبشكل طبيعي، إلا أنه على الجانب الإسرائيلي حالة التأهب، حالة الطوارئ ما زالت مرفوعة في إسرائيل. بل وكان هنالك بيانات من جيش الاحتلال تقول بأن على المستوطنين الالتزام بكل الإرشادات التحذيرية والاحترازية التي كان قد وضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها اللجوء إلى الملاجئ واستمرار فتح الملاجئ في مستوطنات غلاف غزة. التعليم ما زال معطل، حركة المواصلات وحركة القطارات. لربما إسرائيل تعلم بنفسها أكثر ممن يحيط بها بأنها عادة لا تلتزم بهذه الاتفاقات، وعادة ما تضرب بعرض الحائط كل المعاهدات والاتفاقات الدولية أو حتى المحلية. لذلك لربما من خلال كل هذه الرسائل واستمرار حالة التأهب يقرأ هنا سياسيا بأنه لربما إسرائيل تنوي يعني خرق هذه التهدئة، وإلا أن كل المؤشرات لا تدل على ذلك بسبب مرور ساعتين وهنالك هدوء حذر يخيم على الجانبين. إلا أن من يرى أن لربما إسرائيل بسبب استمرارها في هذه الإجراءات الاحترازية تقول بأنها إذا قامت بتنفيذ غارات إسرائيلية على قطاع غزة وإن كان هنالك رشقات صاروخية ما يضمن سلامة المستوطنين باستمرار فتح الملاجئ أو حتى الابتعاد عن المناطق المفتوحة وعن المناطق الحدودية مع قطاع غزة لمسافة تصل إلى 80 كيلومتر. نتحدث أنه قبل قليل كان هنالك بيان من مكتب رئيس الأركان الاحتلال الذي قال أنه سيقوم بجولة تفقدية لمستوطنات غلاف غزة والجهة الجنوبية من إسرائيل، أي الحدود الجنوبية مع قطاع غزة، للتأكد من جدية الفصائل الفلسطينية بالالتزام بوقف إطلاق النار والالتزام بالتهدئة. وخلال هذه التقييمات سيجري عدة مشاورات أمنية، وعلى يعني نتيجتها سيكون هنالك تحرك في ملف رفع حالة التأهب والطوارئ في إسرائيل بداية من مستوطنات غلاف غزة. هذا يعني أنه يعني تتوقف حالة التأهب، حالة الطوارئ، تعود حركة المواصلات إلى طبيعتها، هنالك فرض حظر تجول شامل لمستوطني غلاف غزة. هذا يعني استمرار هذا المنع التجول حتى هذه الساعات. وإن كانت هذه التقييمات إيجابية على حد تعبيره، فإنه سيكون هنالك رفع لحالة التأهب والطوارئ في داخل إسرائيل في ساعات صباح يوم الأحد. الوضع على ما هو عليه في داخل المستوطنات القريبة من قطاع غزة، كذلك الحال في البلدات الإسرائيلية، وتلك البلدات خصوصا التي وصلتها صواريخ المقاومة، لا سيما تل أبيب، رحوبوت، وريشون لسيون، بيت شيمش في جبال القدس الغربية. أما ما نعم نقلته الزميلة يعني ما ذكروا الإعلام الإسرائيلي في أثناء الاشتباكات بأن حركة الجهاد الإسلامي أطلقت صواريخ مضادة للطائرات لأول مرة، وما ذكره مسؤول أمني إسرائيلي أن حركة الجهاد تمتلك 6000 صاروخ. كيف تابعت هذا وما يمثله من تقدم نوعي للسلاح المقاومة؟ إذا ما رجعنا للسبب وراء كل هذه التخوفات من الصواريخ مضادة الدروع، هي ليست فقط بسبب يعني المدى التي تصل فيه، هي نسبيا هي قصيرة المدى، ولكن حجم الدمار التي تخلفه هذه الصواريخ هي ما تجعل المنظومة العسكرية الأمنية تحسب حساباتها وتعيد حساباتها وتزيد وترفع من مستوى التخوفات الإسرائيلية، والتي على إثرها كانت قد منعت التجول في مستوطنات غلاف غزة كون هذه الصواريخ قد تصل في مداها إلى تلك المستوطنات. لماذا هذه التخوفات أيضا من هذه الصواريخ؟ لأن هذه الصواريخ لا تحمل رادارات، ولا يمكن للرادارات ولا تحمل مجسات، ولا يمكن للرادارات تعقبها، أي أنها لا تستطيع معرفة أين سيتجه. وإذا ما وقع في أرض مفتوحة أو في بناية سكنية ففي طبيعة الحال سيكون هنالك إصابات، بل وقتلى وجرحى وتضرر في الممتلكات قد يخلفها هذا الصاروخ الذي يحمل في رأسه مواد متفجرة تصل إلى 20 كيلومتر. لذلك كانت كل التخوفات المنظومة العسكرية من استخدام هذه الصواريخ التي استخدمت لأول مرة في هذا العدوان وفي هذا الحرب والرشقات الصاروخية ردا على العدوان الإسرائيلي. لذلك رجحت إسرائيل بأن الجهاد الإسلامي هنالك تطور في العدة التي يستخدمها والعتاد، وبأنه يجهز نفسه لحرب طويلة، وأنه دخل حرب الاستنزاف وقتل الوقت من خلال وصلت التأخر في الرد أصلاً على هذا العدوان. أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا موصول لزميلتك ولاء السلامين من رام الله، وأيضا من غزة مراسلة القاهرة الإخبارية منى عوكل، شكرا جزيلا.
إلى شأن آخر إذن، فيتوجه ناخبون الأتراك اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 3 مرشحين بعد انسحاب محرم إنجا مرشح حزب البلد التركي، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، كما سيصوت الناخبون لاختياري أعضاء البرلمان. في سياق متصل، وصلت إلى العاصمة أنقرة الأصوات التي أدلى بها الأتراك في الخارج ليتم احتسابها في الانتخابات. يشغل الوضع الاقتصادي حيزا كبيرا من أمال الشعب التركي وآلامه وسط تحديات جسيمة فرضتها ظروفه الاقتصادية وكارثة الزلزال المدمر. ليبقى الوضع الاقتصادي تأشيرة العبور إلى قصر الرئاسة التركية بين المرشحين الثلاثة. يتجه المواطن التركي إلى صندوق الاقتراع في الانتخابات الأكثر أهمية في تاريخ الجمهورية التركية، وهو يحمل أعباء الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة وضعف قوته الشرائية، أضيف إليها كارثة الزلزالين في فبراير الماضي، لتتحول الانتخابات إلى أمل بالخروج من الوضع الحالي. الوضع الاقتصادي سيء للغاية، أنا معلم تقاعدت حديثا وراتب التقاعد لا يكفي سوى للاحتياجات الغذائية، كيف يمكنني أن أدفع إيجار منزلي وكيف سأرسل أبنائي للمدارس؟ الوضع لا يطاق، وحان وقت التغيير وإعادة الديمقراطية والحرية للبلاد. ترجيح المواطن التركي يحدده وضعه الاقتصادي بالدرجة الأولى، وهذا ما تسبب في تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، ولكن كارثة الزلزال وتداعياته رسمت أبعادا جديدة للناخب التركي حول المرشح الأكثر قدرة على إعادة الحياة للمدن المنكوبة. سأمنح صوتي لمن عمل بإخلاص طوال هذه السنوات ومن يستطيع على انتشال البلاد من تداعيات كارثة الزلزال. ما يهمني هو المرتبة التي وصلت إليها تركيا وعدم سقوطها في يد المنظمات الإرهابية. التحالف الحاكم قدم وعودا بتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن دون التخلي عن السياسات المتبعة حاليا، والتي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 85% في أكتوبر الماضي. وفي المقابل يعد تحالف المعارضة بتغييرات جذرية في السياسات الاقتصادية وتطبيق الديمقراطية والحريات العامة واستقلالية القضاء التي ستجر استثمارات كبيرة إلى تركيا. الحكومة الحالية تدير البلاد بصلاحيات مطلقة منذ 21 عاما، ولذلك عندما يعد التحالف الحاكم بتحسين الوضع الاقتصادي أو الديمقراطي في البلاد يواجه مشاكل صعبة في ردود الفعل التي يحصل عليها من الشارع، ففي النهاية المواطن ينظر إلى جيبه قبل ذهابه إلى صندوق الاقتراع. المراقبون الأتراك يؤكدون أن تركيا تقف حاليا عند مفترق طرق حاد على مختلف الأصعدة الداخلية وكذلك في السياسة الخارجية، ومن هنا تأتي أهمية هذه الانتخابات التي سيرسم فيها المواطن التركي شكل بلاده والمنطقة كذلك. يقول الخبراء أن الخلل في الموازين الاقتصادية التركية والحمل الثقيل الذي خلفته كارثة الزلزال أشعل التنافس في انتخابات 14 من مايو التي تنذر بخطر حقيقي على سلطة العدالة والتنمية لأول مرة منذ 21 عاما. من أنقرة، عمر أحمد، هنا القاهرة، عاصمة الخبر. نتابع الآن تطورات الأوضاع في السودان. بكلام يا ردود دعم وين الدعم يا مصطفى؟ ها الله أكبر يا مصطفى، والله يا مصطفى يا مصطفى. أوضاع سيئة جدا جدا، أوضاع رديئة جدا جدا، معاناة كثيرة من الموية، لا يوجد عندنا ماء تماما ولا يوجد عندنا كهرباء.
قالت نقابة الأطباء السودانية في آخر بيان لها إن عدد الوفيات والإصابات التي تم حصرها بين المدنيين ليومي 11 و 12 من مايو بلغ 6 حالات وفاة و76 حالة إصابة، من بينها حالات غير مستقرة. بذلك ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 530 حالة وفاة، بالإضافة ل 2948 حالة إصابة مع وصول الاشتباكات إلى يومها 28. وذكرت نقابة الأطباء إن هناك العديد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، ولم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والأوضاع الأمنية في البلاد. وقد أعلنت هيئة الطيران المدني السوداني تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الطيران حتى يوم 31 من مايو الحالي. نعم، فقد أوضحت الهيئة أنه يستثنى من قرار التمديد رحلات المساعدات الإنسانية وإجلاء الرعاية بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة. وأغلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بعد اندلاع الاشتباكات في منتصف أبريل الماضي. أعلن دبلوماسي سعودي عن استئناف المحادثات السودانية اليوم الأحد بناء على آلية تنفيذ إعلان جدة. وأوضح الدبلوماسي السعودي في تصريحات لوكالة رويترز أن المفاوضات سوف تركز على خطة لتسليم المساعدات الإنسانية وضمانات فتح ممرات آمنة واستبعاد القوات من المناطق المدنية. وكشف عن أن المملكة دعت رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان لحضور قمة الجامعة العربية المقرر عقدها في 19 من مايو الحالي في مدينة جدة. بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين البلدين. فقد جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين تناول الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الذي رعته الصين مارس الماضي. أعلنت الصومال مقتل أكثر من 44 من العناصر المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية جنوب البلاد. وذكرت وكالة أنباء الصومال أن قوات الأمن والشركاء الدوليين دمروا أسلحة ومعدات عسكرية للعناصر الإرهابية خلال هذه العملية. والآن مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. أكد الجيش الأوكراني أن قواته تتقدم باتجاه أجزاء من خط الجبهة مع القوات الروسية قرب مدينة باخموت شرقي البلاد. وقال قائد السلاح البر الأوكراني ألكساندر سيرسكي إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في العتاد بمحيط مدينة باخموت. تعهدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بدعم بلادها الكامل لأوكرانيا لصد الهجوم العسكري الروسي. وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روما ستواصل تزويد كييف بالأسلحة بالإضافة إلى دعمها ما دامت الضرورة تقتضي ذلك، مشيرة إلى ثقتها في انتصار أوكرانيا. في السياق ذاته أعلنت وزارة الدفاع الألمانية تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو.
فقال وزير الدفاع الألمانية بوريس بيستوريوس إن الحزمة تظهر دعم برلين لأوكرانيا في عملياتها العسكرية في مواجهة روسيا. قالت الدفاع الألمانية في بيان إن الحزمة ستشمل 20 مركبة مشاة قطرية من طراز ماردر، 30 دبابة ليوبارد 1 و15 دبابة مضادة للطائرات من طراز جيبارد، و200 طائرة مسيرة للاستطلاع، وأربع أنظمة إضافية مضادة للطائرات من طراز أيرستي. كما أعلنت ألمانيا أنها أسست مشروعا مشتركا مع مجموعة أوكرانيا مملوكة للدولة لبناء الدبابات وإصلاحها في أوكرانيا. هذا وقد ذكرت مصادر بالحكومة الألمانية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيقوم بزيارة إلى العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد في إطار سعيه إلى حشد مزيد من الدعم في مواجهة العملية الروسية. من جانبه قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تسريع إمداد أوكرانيا بالذخيرة، وأشار إلى أن قوات كييف بحاجة إلى 1000 قذيفة مدفعية يوميا في منطقة باخموت وحدها. وأضاف بوريل أن وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا أطلع نظراءه في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع بالعاصمة السويدية ستوكهولم على حاجة كييف إلى المزيد من الدعم للدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا. كان وزراء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا في مارس الماضي على خطة لتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية وصواريخ على مدى 12 شهرا بقيمة ملياري يورو. قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات أوكرانية قصفت موقعين صناعيين في مدينة لوهانسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا بصواريخ كروز طويلة المدى من طراز ستورم شادو حصلت عليها من بريطانيا. وذكرت الوزارة أن الصواريخ أصابت مصنعا لإنتاج مادة البوليمر ومصنعا للحوم المصنعة في لوهانسك. وأصبحت بريطانيا أول دولة تقول إنها بدأت تسويد كييف بصواريخ كروز بعيدة المدى، ما سيمكنها من ضرب القوات الروسية ومستودعات الإمداد البعيدة عن الخطوط الأمامية، هذا بينما تستعد لهجوم عسكري مضاد. طلب رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان من أنصاره ومؤيديه الخروج إلى الشوارع في مسيرات سلمية رافعين لافتات للاحتجاج. وقال رئيس الوزراء السابق في خطابه المصور لأتباعه، قال إنه سيبدأ الحملة الانتخابية ابتداء من بلدة موريتكي في إقليم البنجاب الأسبوع المقبل. وغادر خان مبنى المحكمة في وقت متأخر من أول أمس الجمعة، وتوجه نحو مسقط رأس لاهور وسط إجراءات أمنية مشددة بعد أن منحته المحكمة الإفراج عنه بكفالة. وقد كلف رئيس وزراء باكستان شهباز شريف السلطات الأمنية في البلاد بتحديد هوية جميع المشاركين في أعمال العنف واعتقالهم. جاء ذلك بعدما أثار اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان الأسبوع الماضي اضطرابات تسببت في وقوع عدد من القتلى واعتقال نحو 2000 من أنصاره. أسعى عمران خان للعودة إلى السلطة مجددا خلال الانتخابات المقررة في شهر أكتوبر المقبل. اتجه الإعصار مكة الذي تبلغ سرعته 175 كيلو مترا في الساعة صوب سواحل شرق بنغلاديش وميانمار، ما يهدد نحو مليون لاجئ وآخرين من سكان المناطق المنخفضة. وقال مكتب الأرصاد الجوية ببنغلاديش، قال إنه من المرجح أن تزداد قوة الإعصار مكة قبل وصوله إلى اليابسة بالمنطقة بين كوكس بازار ببنغلاديش وميانمار. وقد فر بالفعل الآلاف من كلا البلدين إلى مناطق أكثر أمنا قبل هبوب العاصفة.
واقتصاديا، أظهرت مسودة بيان أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيتعهدان في اجتماع يعقد الشهر الحالي باتخاذ إجراءات مشتركة للتعامل مع المخاوف المتعلقة بالصين. وجاء في مسودة البيان أن الجانبين سوف يتناولان الممارسات غير السوقية والإكراه الاقتصادي للصين، ويهدفان إلى إجراء محادثات منتظمة بشأن الجهود المبذولة لوقف ارتباط شركاتهما باستثمارات تدعم تكنولوجيا المنافسين الاستراتيجيين، في إشارة ضمنية إلى الصين. أصدر الرئيس جو بايدن أو أصر على أن الواجب الدستوري للكونغرس يحتم رفع سقف الدين بلا شروط لسداد النفقات التي تمت الموافقة عليها مسبقا. يأتي ذلك بينما يريد الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب من بايدن أن يوافق على تخفيضات كبيرة في الميزانية ليضمن موافقتهم. وعلى خلاف معظم الدول المتقدمة، تضع الولايات المتحدة سقفا للمبالغ التي يمكنها اقتراضها، ولا بد أن يرفع المشرعون ذلك السقف بشكل دوري نظرا لأن الحكومة تنفق أكثر مما تجني من المال. في السياق ذاته وفي لندن، حذر وزير المالية البريطاني جيرمي هانت من العواقب الوخيمة لفشل الولايات المتحدة في التوصل لاتفاق لرفع سقف ديونها وخروج نتيجها المحلي الإجمالي عن المسار الصحيح. وأججت أزمة الديون الأمريكية حالة الضبابية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية العالمية، والتي يخيم عليها بالفعل ارتفاع معدلات التضخم وأزمة البنوك الأمريكية. وصفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأزمة المتعلقة برفع سقف الدين الأمريكي بأنها أكثر صعوبة من ذي قبل، لكنها لا تزال تأمل في التوصل إلى حل لمنع حدوث أول تعثر عن سداد الدين في تاريخ الولايات المتحدة. قالت يلين على هامش اجتماع لمسؤولي الشؤون المالية بمجموعة السبعة، قالت إنها تأمل في إطلاع الكونغرس الأمريكي في غضون الأسبوعين المقبلين على الموعد المحدد لنفاد أموال الخزانة لسداد فواتير الحكومة، مكررة مناشدتها للكونغرس بالموافقة على رفع سقف الدين لمنع كارثة اقتصادية ومالية إن تعثرت الولايات المتحدة عن سداد ديونها. في سياق الأزمة، رجحت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان أن يتجه المجلس إلى رفع أسعار الفائدة أكثر إذا ظل التضخم مرتفعا وسوق العمل قويا. وقالت بومان إن النظام المصرفي الأمريكي لا يزال سليما ومرنا، لكن الإخفاقات الأخيرة لثلاثة بنوك أمريكية فاقمت حالة عدم اليقين التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية. رياضيا، استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتغلب على ضيفه وولفهامبتون بهدفين دون رد على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة 36. سجل ثنائية يونايتد أنتوني مارسيال بالدقيقة 32 وأليخاندرو غارناتشو بالدقيقة 90. بتلك النتيجة رفع مان يونايتد رصيده إلى 66 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد وولفهامبتون عند 40 نقطة بالمركز الثالث عشر. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الهدوء يسود قطاع غزة وإسرائيل عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية. الناخبون في تركيا يدلون بأصواتهم اليوم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات في السودان، والسلطات تمدد إغلاق المجال الجوي حتى نهاية الشهر. نهاية هذه التغطية والنشرة لتطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب. يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11.747 فيرتيكال.
يمكنكم كذلك تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. زميلتي رغدة أبو ليلى وأنا أحمد بشتو ننقل لكم هذه التحية من قناة القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. إلى اللقاء. إلى اللقاء.